عليكم ورحمه الله وبركاته. اجنده معتز الشامي تنفذ بعد ابتعاد المستشار مرتضى منصور. ردا على الاستاذ معتز الشامي اللي قال على المستشار مرتضى منصور قفز من المركب او من السفينه بعد اغراقها، الهروب من مواجهه الازمه التي تسبب فيها، مرحله انحدار بعد القاع، كل حاجه مش زي الاول. حضرتك بتتكلم على انهي اول؟ بتقول بصيغة الجامعة حاولنا نساعد وحاولنا نجيب شركاء راعية وشركات راعية وحاولنا وحاولنا، لكن من يوم ما شفناك وانت بتتكلم عن كهرباء وإيقاف كهرباء ولجنة الحكماء ولجنة العقلاء والشاي بالياسمين، وانت اللي طلعت بالأخبار ترند، كل ده كان كل يوم بيتقال. جاي دلوقتي تقول أخبار سارة لكل زملكاوي اطمن وما تخافش، بعد ما رئيس النادي اتبهدل واتسجن واتمرمط وضحى وفضل رايح جاي علشان قضايا النادي وعن صفقات النادي وعشان يحافظ على سمعة النادي والناس اللي بتحارب النادي والحكام اللي ضد النادي واتحاد الكورة ولجنة التظلمات وفلوس كهرباء وإساءة كهرباء، انت ما اتكلمتش حتى كلمة عن اي حاجة من الحاجات دي. كل اللي طالع تقوله ان هو اللي دمر النادي، وإن بحمل لجمهور الزمالك أخبار سارة، أخبار سارة لكل زملكاوي اطمنوا ما تخافش اطمنوا. أنا اطمنت بعد ما توصلت مع رموز زملكاوية، مش هقدر أفصح عن تفاصيل، في تحركات، هناك أقطاب وقيادات ورموز زملكاوية تتحرك من أجل إنقاذ النادي ودفعه للأمام وإنقاذه من النفق الذي دخله على يد الناس الحاليين. بتتكلم وإنك بتقول الكلام ده من فترة، نقولك بالتحديد من إمتى؟ من يوم ما قابلت حسين لبيب. إيش معنى أقضاب وقيادات ورموز الزملكاوية اللي بتتحرك واللي حطوا إيدهم في إيدك دلوقتي ظهروا؟ إيش معنى في الوقت ده بعد ما مشي مرتضى منصور؟ سيسجل التاريخ موقفي، أي موقف اللي هيسجله التاريخ، إنك اتكلمت وعايز تنقذ النادي، دلوقتي تنقذه من مين؟ انت شايف النادي بيتدمر والقيادات بتاعتك والرموز اللي بتتفرج وكلهم معاهم الملايين، حد اتحرك فيكم؟ حد اتكلم؟ كله كلام كلام وترندات علشان تلموا اللايكات والمشاهدات. قيادات، قيادات مين اللي تم تشويهها؟ مين اللي شوى قيادات؟ على الملأ الناس كلها والزملكاوية كلها عارفين مين هم القيادات اللي مسكوا النادي ودمروه. الموقف الحالي هيبدأ التصحيح، مين هم اللي يبدأوا التصحيح؟ أنا مش عارفين. وتوفير الأموال، طب ما توفرتش ليه الأموال أيام مرتضى منصور؟ ولا أنتوا عايزين بتوقعوا النادي وتتفرجوا عليه علشان تطلعوه هو إن هو مش عارف يدير؟ هي ملهاش حل غير كده. بتقولك عايز تعمل صفقات بتمانية وسبعة وتمانية مليون دولار بسرعة علشان نجيب صفقات سريعة، يعني في فلوس، هتطلع منين الفلوس دلوقتي عشان تعملوا صفقات سريعة؟ الراجل كان بيدلل، يا اخوانا تعالوا انقذوا النادي، حد يحط ايده في ايدي، فين الرموز يحطوا ايدهم في ايدي؟ اكتر من كده ايه؟ مفيش حد اتحرك. دلوقتي بقى في رموز وفي قيادات عشان تدخل الموسم وعندك فريق قوي. رحل رئيس النادي السابق ولن يعود، واذا عاد انا اول من يقف امامه ويرفض عودته. انت مين اصلا؟ انت يوتيوبر طلعت على اليوتيوب بتتكلم، وانا اعرف ناس في الفيفا وانا اعرف ناس في الكاس وانا اعرف ناس هنا وهنا وهنا، وكل حاجة كانت كهرباء وغرامة كهرباء وهيتوقف كهرباء ولا لا، هو ده اللي عرفناه منك. لكن انت مين علشان تقف قصاد رئيس النادي لو عاد؟ ده في لجنة، ده جاي بانتخاب. كلامك بصراحة زعل ناس كتير واتصدموا فيك. انت اول واحد صرحت ان هو بيتحارب من كل جهة. نسيت حاجة مهمة، اللجان اللي اتوا باللصوص السبوبة نسيتهم، سمسروا في عقد مصطفى فتحي وباعوا فريق الطايرة حصريا لقناة اون، وشريط التبرع للزمالك اللي كان حطه حسين لبيب حبيبك اللي بتدعمه وعايز رئيس للزمالك مع امتلاكهم ملايين الملايين، محدش اتحرك علشان ينقذ الزمالك. لا تتخيل حزن متابعينك الشديد وصدمتهم في تغيير موقفك تجاه مرتضى منصور، وانت تعلم ان كامل الوزير قال لن يبقى الوضع كما هو في الزمالك، سيتم التغيير قريبا. عشان كده هو مرتضى منصور خد جنب،
للأسف المستشار مرتضى منصور وصفك بلقب الهرم، وصفك بلقب الهرم، لكن الضمائر في هذا الزمن ماتت. انت بتتكلم عن الزمالك ومتحامل على مرتضى بفعل فاعل، يا ترى مين اللي أثر في المواضيع دي كلها؟ كلامك بعيد عن الواقع. المراد تدمير الزمالك كما دمر الإسماعيلي وكما قاموا بتطفيش تركيا للشيخ ومحاولة تدمير بيراميدز. هناك فساد منظومة كاملة بتتسابق لتدمير الزمالك. انت بتتكلم بس على ان اللي دمر الزمالك مرتضى منصور. تمن استقرار الزمالك اللي بتتكلم عليه من قيادات ورموز ومن شخصك طبعا، هو أنه يظل صامتا لا يتطلع لبطولات ولا منافسات. للأسف انت اختصرت كل ما حدث للزمالك في مرتضى منصور، ونسيت تتكلم عن ممدوح عباس حبيبك وأعداء نادي الزمالك اللي كان بيحارب عشان. سبحان الله على تغيير المواقف وتبدل الأحوال. انت كنت أكبر المؤيدين لمجلس منتخب وضد لجان معينة، بقى استقرار الزمالك عندك باستقالة مجلس الإدارة المنتخب وتعيين لجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. دايما بتستشهد بصدق كلامك من فيديوهاتك السابقة، بقولك ارجع لفيديوهاتك وشوف تغيير كلامك وموقفك. اتبدل بعلامة استفهام ملهاش معنى. يا ترى يا أستاذ معتز، لجنة الإنقاذ دي شلة الغردقة ولا اللي رفعوا قضايا على نادي الزمالك ولا اللي حجزوا على حساباته ولا اللي لموا تبرعات؟ كل دول بيتعاملوا مع الأهلي بضمير. للأسف كل متابعينك اتصدموا فيك. مش من حقك انك تقول للزملكاوية اطمنوا القيادات جاية والرموز جاية. انت ما تفرضش وما تفرضش لانت ولا قياداتك ولا رموزك ولا اي حد حاجة على نادي الزمالك. النادي الزمالك ليه جمعية عمومية هي اللي بتنتخب رئيسها، وان شاء الله يرجع مرتضى منصور رغم عن أنف الجميع. تتفق أو تختلف مع أشخاص أنك تفرضهم على نادي الزمالك، ما تفرضش حاجة على نادي الزمالك. الرموز والقيادات اللي حطيت إيدك في إيدهم هم سبب العشرية السوداء، وهم سبب الأزمات والفساد وخراب النادي. يا خسارة طلعت تبع لجان ورموز وكل مصالح. نعتذر عن كل دقيقة ضيعناها في سماع فيديوهاتك. بتتكلم بلسان حسين لبيب، ومبروك عليك حسين لبيب.